مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في حلقة أخرى جديدة من زدني علما. زدني علما، سعيد بأنه يجدد معكم اللقاء في مثل هذا الموعد، نهار الأربعاء وكل نهار جمعة يكون اللقاء معكم حتى 10:30 بشكل مباشر. نفسح لكم المجال للتدخل، للمشاركة، وأيضا لإبداء الرأي ولإبداء الموقف ولإبداء الاستفسار أو تقديم سؤال. أهلا وسهلا بكم، سواء إن كان عن طريق المشاهدة وإلا عن طريق المشاركة في الصفحة الرسمية لزدني علما في الفيسبوك، وإلا من خلال البريد الإلكتروني اللي موضوع على ذمتكم في الشاشة، وإلا تجموا تكونوا حاضرين معنا بالتليفون 74 621 607. يخليكم مباشرة معنا في زدني علما للتدخل ولإبداء الرأي أو لتقديم استفسار في موضوع من المواضيع اللي تطرحوها واللي حاولوا أن نقدموها لكم في كل حلقة منها الجديد. والجديد اليوم متعلق بمسألة مرتبطة كثيرا بحياتنا اليومية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، في كل مجال من هذه المجالات. هذا الموضوع الذي سنتطرق إليه اليوم هو على صلة وثيقة به، وما فماش شخص فينا لا يملك هذا الموضوع ولا يستخدم هذه المسألة اللي احنا على صلة كبيرة بها يوميا. لذلك سنحاول أن يكون معكم مثلما طرحنا ذلك سابقا، أن يكون الموضوع لسيق بحياتكم الاجتماعية وعلى صلة بشواغلكم اليومية. مشاهدين الكرام، في الثورة، ثورة تونس، أو في ثورات الربيع العربي، نتحدث كثيرا عن ثورة ضد الأنظمة السياسية من أجل إصلاح نظام سياسي، ولكن هل نتحدث عن ضرورة ثورة في مستوى التعامل والسلوك والقيم والأخلاق؟ مشاهدينا الأعزاء، موضوعنا اليوم يتصل بجانب الأخلاق والقيم. هل ما نراه اليوم من انفلات أخلاقي ومن انفلات في مستوى القيم، هل هو من أهداف ثورتنا في شتى المجالات الاجتماعية، السياسية، التربوية، في شتى المجالات؟ هل من المقبول أن يتصرف بعضنا دون مراعاة للقانون، دون مراعاة للقواعد الاجتماعية، دون مراعاة لقيم ديننا الحنيف؟ هل من المقبول أن نتشبث ببعض القيم الهجينة ونتنازل عن بعض القيم الأخرى المطلوبة أن نتماسك فيها وأن نتحد فيها وأن نتعاون فيها من أجل تحقيق مصلحة جماعية عامة؟ هل من المقبول أن نتخلى عن بعض القيم التي تربينا عليها في أسرنا، في عائلاتنا، في أعرافنا، في ديننا؟ هل من المقبول أن نتخلى عن هذه القيم اللي احنا في حاجة إليها لنترك ذلك لتجاوزات إن تعمقت يمكن أن تذهب ريحنا؟ هذه الأسئلة تجعلنا نسأل سؤال آخر أعمق، هل نحن في حاجة أن نجدد قيمنا وأخلاقنا وسلوكنا من أجل صالح عام؟ هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة مش تكون محور لقاء معكم اليوم، سواء كان مع مشاهدين الأعزاء في كل مكان داخل تونس وخارجها، وإلا من خلال أيضا حضور أستاذين عزيزين جليلين يشرفونا بحضورهم اليوم في الاستوديو كالعادة. الأستاذ أحمد بوشحيمة، أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي نوري، أهلا بالأستاذ عمر، وأهلا بحضرات المشاهدين الكرام. على العهد إن شاء الله كالعادة نتواصل بما فيه الخير والإفادة إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا يشرفنا بالحضور الأستاذ عمر الملولي، مرحبا بك أستاذ عمر. وبك بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحيتي إليك أخي نوري وإلى أستاذي سي أحمد بوشحيمة وإلى كافة مشاهدينا على قناة القلم الفضائية المباركة. مرحبا بك أستاذ عمر، ومرحبا بمشاهدينا أينما كانوا اللي بإمكانهم أن يكونوا حاضرين معنا اليوم في موضوع تجديد الأخلاق، ونركز كثيرا على هذه المسألة لأنه الأخلاق موجودة فينا، كامنة فينا، وموجودة في إرثنا الديني، في إرثنا الاجتماعي، في إرثنا الحضاري، كل هذه القيم موجودة، ولكن فقط هل نحن قادرون على تجديد التعامل مع هذه القيم من أجل تحسين وضع عام؟ هذا ما نسأله لكم والمشاهدين عبر الروبورتاج اللي مش يكون منطلق معاكم في بداية حديثنا عن تجديد الأخلاق. شنية العوامل اللي تخلي بعض الناس تستغل أوضاع البلاد
فتقوم بالسرقة وتعتدي وتتعرض للناس وتهددهم وتفكلهم عندهم وتتجاوز القانون. والله معناتها البطالة هي اللي تخلي الناس تعمل هكا، ومعناتها بخلاف هكا الدولة ما توفرش الظروف الملائمة للناس هذوما. الأوضاع السياسية متعفنة في البلاد، هذاك هي تبدا بضاعة سياسية متعفنة، الناس الكل تجبر في البلاد. نورمالمون المونتاليتي، خاطر احنا من قبل معناتها عقليتنا معناتها ماهيش نظيفة وما صافية مع بعضنا. العامل الوحيد هو الأمن يبدا مقصر، هو العامل الوحيد اللي لازم يخلي العباد معناتها تعمل اللي تحب، وبركاجات برشا ولات وسرقة برشا. كي تمشي تشكي للحاكم وما فما حتى تجاوب معناتها، فما معناتها هكاكا معناتها حوايج إدارية يعملوها برا، ما فماش تتبعات صحيحة وكل شيء. العامل الأساسي والأول هو العامل الأمني، الناس المحتاجة، الناس اللي هي متشومرة شوماج، هذوما كلهم يعملوا البركاج يفكروا الناس متاعها يتعنفوا بالسيف. بطالة قلت التربية، التشرد في الشوارع لوالديهم مهملينهم، العوامل الاجتماعية من سيرة، فهمتني، مسيرة أخرى زادة الانفلات الأمني هو السبب زادة أساسي في الحكاية هذه، فهمتني، وزادة معناها أسباب أخلاقية، فهمتني، احنا قاعدين نعيشوا في أزمة أخلاقية. والله الحاجة هذه بليتو ترجع للإنسان كيفاش تربى أبريوري، وبعدين ترجع كونه ثم برشا حوايج معناتها تبدلوا في البلاد، اللي اي انسان في الدنيا هذه نجم يعمل اي حاجه يحب عليها طنكم بعد ما ثماش اي واحد باش يحاسبه. ترش اللي احنا في حاجه الى ثوره على اخلاقنا قبل الثوره السياسيه؟ اكيد، ما الاخلاق هي اهم حاجه، والرسول صلى الله عليه وسلم معناها في حديث ليه معناها قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، فهمتني، واحنا اليوم قاعدين نعيشوا في ازمه اخلاقيه. معناتها لازمنا معناتها نعملوا ثوره على رواحنا، معناتها قبل ما نعملوا ثوره على العباد لازم احنا ننظفوا رواحنا وننظفوا معناتها تخمامنا، ونشوفوا شنو هي الحاجه معناتها اللي تهزنا نهار اخر الاحسن، فهمتني، باش احنا من بعد معناتها نخموا باش نعملوا ثوره للسياسه. معناتها اكيد معناتها انما الامم الاخلاق وما بقيت، فانا مذهبه اخلاقهم ذهب. معناتها الاخلاق هي معناتها اساس، معناتها تبقينا احنا تو مش نجيو معناتها الحمد لله، احنا ديما نقولوا معناتها شعبنا معناتها المستوى العلمي تبارك الله معناتها مرتفع وثم تحسن، معناتها اكيد معناتها ينعكس على المستوى الاخلاقي بطبيعه، خاطر انا جوفوا اللي التونسي مشكلتنا في المونتاليتي نتاعنا احنا، مش مشكله لا في الدوله ولا في السلطه، اذا احنا نصلحوا حالتنا والمونتاليتي نتاعنا تتصلح وضع البلاد. لازمنا نكونوا متنظمين، ولازمنا نكونوا نهزوا المعلومات تاع بلادنا ونوقفوا مع بلادنا ونوقفوا مع الامن ونوقفوا مع الواحد، ما يلا يهدي الشعب وكو. بالطبيعه هو يعني اكثر حاجه يعني اللي اكثر حاجه لازم نركزوا عليه الاخلاق، يعني تنجم انت في معرس انا في مظاهرات تنجم تكون مظاهره سلميه تتحول انا اوتوماتيك ما تحول تكسير تخريب وكل شيء، انا فهمت هذه نورمالمون معناتها تصير دوما الواحد يهبط من كرشمه، لازم يعملوا له ثوره على الاخلاق نتاعو باش هو حتى كي يوصل هو الخمسة ستة سنين من عمره يكون متربي كوم الفوق. نورمالمون هيك هي ثوره معناها تكون على الاخلاق قبل الثوره السياسيه، اما العبيد هيك باش تلهيو معناها، خاطر اللي نورمالمون واحد يصلح روحه قبل ما يوصل يصلح الغير، معناها الواحد يعمل ثوره على روحه وبعد يعمل ثوره على المجتمع كامله، فهمتي. أكيد أنه هذه الأسباب اللي طرحتوها أنتم في الروبورتاج المتعلقة ببعض الانفلات الأخلاقي اللي نشاهدوه في حياتنا الاجتماعية وفي محيطنا يخلينا نسأل معكم أنتم شنو الأسباب اللي تخلي الإنسان ينفلت أخلاقيا وتصدر منه بعض القيم اللي تعتبر هجينة وتعتبر مرفوضة وتعتبر ليست أصيلة، لأنه اللي معروف أنه الإنسان عنده رصيد وافر من القيم، إذن لما يتخلى عنها؟ شنو الأسباب اللي تخليه ينزاح؟ شنو الأسباب اللي تخليه يتجاوز هذا الرصيد إلى الأسوأ؟ هذا اللي نحاولوا معكم أنتم مشاهدين الأعزاء ونطرحوه ونسأل عن الأسباب الحقيقية اللي تخلي الإنسان ينفلت من هذا الرصيد الأخلاقي وربما يتجاوز فيه الحد الطيب
لأنه وين هي المعاملة الحسنة وهن هو احترام الآخر؟ علاش نتجاوز القانون، نتجاوز حقوق الآخرين، لما نتجاوز كذلك الأعراف؟ كل هذه الأسباب تخلينا نبحث فيها معكم ومع الأستاذ أحمد بوشحيمة. أستاذ أحمد مرحبا بك مجددا. وأسباب الانفلات ربما ترجعها إلى معطيات معينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أكمل خلق الله خلقا وأقومهم سلوكا، سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة دعني أقدم بمقدمة موجزة عن أهمية الأخلاق في شريعة الإسلام. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان مثلا أعلى في الخلق الكريم والسلوك القويم، وكان يؤكد على الأخلاق ويقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، لم يقل أكثرهم صلاة ولا أكثرهم صوما ولا من فعل كذا وكذا، إنما ركز على الأخلاق واعتبر الإيمان وكمال الإيمان من كمال الأخلاق وكمال الأخلاق من كمال الإيمان. نعم. فمسألة الأخلاق مسألة مهمة جدا، ورحم الله أمير الشعراء وقد استشهد بها أحد المشاهدين في الروبورتاج. نعم. عندما يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فعلا. فقوام المجتمعات الراقية والمتحضرة والمتقدمة هي الأخلاق الرفيعة، الأخلاق العالية. والله تعالى شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق الأعلى، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، يخاطب نبيه، وإنك يا محمد وإنك لعلى خلق عظيم. فحري بنا نحن المسلمين أن نأخذ من ديننا هذه المعاني. وعندما أقول نحن المسلمين يعني نحن أجدر وأولى من غيرنا بالأخلاق، وإن كان الأخلاق هي قدر مشترك إنساني يلزم يكون عند الناس الكل، لكن ديننا كان عنده ريادة وعنده قيادة في مسألة الأخلاق، في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أحاديثه، الآيات القرآنية اللي تحث على الأخلاق وتأمر بالأخلاق وتنبذ سوء الأخلاق وانحراف السلوك أكثر من أن نحصيها ونعدها. وكذلك الأحاديث النبوية، يعني هناك كم هائل من الأحاديث والآيات التي تنوه بالأخلاق وتتحدث عن الأخلاق. نعم. ما الأسباب التي جعلت الأخلاق تتدهور؟ حقيقة هناك عدة أسباب، هناك نسيج، وإحنا وقع الحديث عن الثورة السياسية. نعم. الحقيقة أنه الشعب التونسي والشعوب العربية، بعض الشعوب العربية اللي شهدت الربيع العربي. نعم. أو ما يسمى بالربيع العربي. نعم. صلي ما وليش عكس الربيع إن شاء الله، هذا الربيع يزهر ويثمر إن شاء الله إن شاء الله. الحقيقة ثرنا على الظلم، ثرنا ثورة سياسية، ثرنا على الظلم وعلى الجبروت وعلى الطغيان، وهذه من القيم السلبية اللي ثرنا عليها. بقيت ثورة أخرى ليست أقل أهمية من هذه الثورة، هي الثورة في مستوى العقليات وفي مستوى النفوس والسلوك، الثورة الأخلاقية اللي نجدد بها الأخلاق. ولقاء أن يقول هل تجدد الأخلاق، هي الأخلاق تصبح معناها قديمة نذهب بها ونأتي بأخلاق جديدة؟ لا، ليس معنى هذا. معنى التجديد في اللغة هو أن نرد الأصيل إلى أصله، هذا معنى التجديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها، يعني يرده إلى أصله، هذا التجديد، هذا هو معنى التجديد. نعم. فما نعم. أحوجنا إلى أن نجدد الأخلاق، إلى أن نرد الأمور إلى أصلها. أين الإيثار؟ أين التسامح؟ أين الكلمة الطيبة؟ أين معناها الرأفة على الجار والوقوف إلى جانبه في السراء والضراء؟ هذه قيم حري بنا أن نسترجعها وأن نجددها وأن نعيد إليها بريقها ولمعانها. رانت علينا سنين.
استعمار، أنظمة سياسية مهترئة ومرتمية في أحضان الغرب. الغرب أخذ ربما أشياء إيجابية كثيرة نحن أولى بها. توا في الغرب تلقى الحرص على العمل وتلقى النظافة وتلقى الوفاء بالعهد وتلقى احترام المواعيد، وهذه أشياء أخلاقية نحن في الحقيقة نحن أولى بها، المفروض أن نكون احنا أسبق إليها. لكن ما حدث من معناها أحداث ومن معناها عهود صار فيها أشياء كثيرة خلى الأخلاق تسوء، الناس أصبحت تغط المادة. طغيان المادة من أسباب سوء الأخلاق. طغيان المادة. طغيان المادة. الناس أصبحت بالدرهم والدينار يبيع خلقه والعياذ بالله. يرضى الدون ويرضى المهانة من أجل أن يربح مالا. فما أتعس هذا المال الذي يسعى الإنسان إليه على حساب معناها أخلاقه. في حين أن الثروة الحقيقية ليست الثروة المادية. أكيد أكيد هي الأخلاق، هي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحسن الخلق الحسن. هناك كذلك أزمة ابتعاد عن الدين، والابتعاد عن الدين يخلينا نبتعد عن الأخلاق لأن الدين كله قيم وكله أخلاق. كذلك قضية التربية، طبعا سنفصل الحديث لاحقا في هذا، لكن إجمالا نقول أنه هذا من أهم أسباب تدني المستوى الأخلاقي. أنه الحرص التربوي سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المؤسسات التربوية بدءا من رياض الأطفال إلى أعلى مستويات التعليم. فلا بد أن تكون البرامج وأن يكون المربون مؤهلين تماما لكي يربوا النشأة على الخلق القويم وعلى السلوك الحسن. هو أنت أستاذ أحمد فصلت القول في مستوى الأسباب التي يمكن أن تجعل المرء ينفلت أخلاقيا في بعض الأحيان ويتجاوز ربما بعض المعطيات اللي ورثناها وتربينا عليها، ونعرف جميعا أنه الفترة الأخيرة واللي عشناها المدة الأخيرة كشفت عن تجاوزات وعن سلبيات إن لم نتفطن إلى خطورتها قد تذهب بقوتنا وقد تذهب كذلك بتماسكنا وبوحدتنا. فما هي أبرز مظاهر هذا الانفلات المرفوض في مجتمعاتنا يا أستاذ عمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تفاعلا مع ما ذكره أستاذي الجليل سي أحمد، نقول وأن الانفلات طال تقريبا جل المجالات، انفلات في الطريق، انفلات في التصريحات، انفلات في كل السلوكات التي تصدر عنا. وربما نحب نرجع هنا إلى بعض الأسباب. من الأسباب هو نوعية الخطاب الديني الذي كان متفشيا وموجودا زمن المخلوع، يعني تقريبا لم نكن نركز على السلوك، كان خطابا جافا، ثم تجفيف للمنابع، ثم ربما على مستوى التعليم وعلى مستوى التربية، التربية الإسلامية عموما أصبحت مقتصرة على مستوى الزمن وعلى مستوى كيفية التدريس وعلى مستوى ماذا يقدم للتلميذ. النقطة الثانية هي ربما معناها ما ساد عندنا في ذلك الوقت هو كيف أحافظ على حقوقي، ولكن ما ثماش سؤال هام اللي هو كيف أقوم بواجباتي، لأن المفروض وأن كل حق يقابله واجب. إذا كان قلنا وأن الحرية التي اكتسبناها بفضل هذه الثورة، ثورة الكرامة والحرية، هي مكسب هام لجميع التونسيين والتونسيات، هنا نتساءل نقول أمام هذه المكاسب ما هي الواجبات؟ وأهم هذه الواجبات هي أن يقوم كل واحد منا بواجبه في العمل، في الحفاظ على نظافة الطريق، في احترام إشارة المرور، في احترام حقوق العمال، في احترام ساعات العمل. يعني هي الواجبات، واجبات العامل نحو عمله، واجبات المشغل نحو عماله، واجبات الزوج نحو الزوجة، واجبات الابن نحو والديه، واجبات الوالدين نحو الابن. يعني تقريبا كل مواطن تونسي وكل مسلم عنده حقوق وعليه واجبات، ولكن ما نراه هو ربما استمالة إلى طلب الكثير من الحقوق، ولكن معناه هناك تهاون فيما يتعلق بالواجبات، وهذا ما يجب أن ننبه له وأن ننبه عليه. نعم،
احنا مشاهدينا الاعزاء ديما نحب يكون التواصل والتفاعل بيننا وبينكم حاضر في زدني علما، هكا علاش نفسح لكم المجال للتدخل عبر الهاتف. نذكركم برقم الهاتف 74 621 607، يخليكم مباشره معنا ويخلي خونا فوزي الهمامي موجود معنا في البرنامج من بنزرت. مرحبا بك سي فوزي. سي فوزي اذا كان تسمع فينا مرحبا بك، ويا ريت تنقص في صوت التلفزه وتسمعنا فقط من خلال الهاتف حتى نتمكن من انه يكون التواصل بيننا وبينك واضح ويكون التدخل واضح. سي فوزي الو عسلامه. اهلا وسهلا بك سي فوزي، مرحبا. متشرف ضيوفك. يعيشك، شكرا. انا اشكرك على البرنامج هذا. يعيشك سي فوزي، مرحبا. تفضل سي فوزي نسمع فيك. والله اسمع فيا مليح. اي مرحبا بك. والله الموضوع على الاخلاق، والله الاخلاق سيدي ما عادش كيف قبل. اول كتابات كانت قبل نوى وطول نوى. باه؟ لا لا من كثر الطول باه قبل الانتخابات، قبل الانتخابات قبل ما ننتخبوا النهضة. كانت الاخلاق كانت باهية، كانت العباد اللي تحكي معاها ينحك وجهي، كانت ما تمشي البيتان تكون قدامك. من بعد ما الانتخابات من بعد كل واحد تبدا بلاصته، بلاد العباد الكل تبدلت اخلاقها وتبدلت معاملاتها. كنت قبل كنشوف عبد كبير نحشمه منه، وكنشوفه انسان يعرف بابا ولا يعرف عائلتي فما لا حتى يستفيد مثلا سيجار ولا حتى يبدا ياكل في حاجه في الشارع يحشم ويخباها. تو الاخلاق تبدلت وما عادش كيقبل، والصغير ما عادش يقدر الكبير. علاش حسب رايك انت سي فوزي، علاش شنو الاسباب اللي تخلي الانسان يبتعد عن هذه القيم الاصيله الموجوده في ديننا وفي عرفنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا، وان هي المعامله الحسنه كما قلت انت، وان هو احترام الاخر، وان هو الحفاظ على حقوق الاخرين، وهذه الاسباب شنو هي حسب رايك انت اللي تخلي الشيء هذا يتبدل؟ والله فما برشا عباد مازالت محافظه على الاخلاق، مازالت محافظه على الكلمه، مازالت محافظه على برشا حاجات، على تقاليدنا، على برشا حاجات قاعدين محافظين عليهم. وفما ناس تبدلت بعد الثورة، تبدلت مع الحشمة وكل قدرت واحد حتى باش يعطي هو وقته يدور ولا هو بنته ولا هو أمه تحاشم يعود يمشي فيها وراها يعود هو يمشي قدامها باش ما يسمعش الكلام البذيل وما يسمعش الكلمة الطاش وما يسمعش ما نجمش نصفلك أنا. نعم. الأخلاق وإن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحترموا بعضنا ان شاء الله ان شاء الله ديما ربي يسترنا ويستر تونس. يعطيك الصحة سي فوزي. على البرنامج هذا برشا برشا برشا. يعطيك الصحة سي فوزي. في القناة هذه. مرحبا بك وشكرا على اتصالك ما بيناتنا ومرحبا بك، شكرا. نحب نوصل صوتي في كلمة واحدة، راني أنا بطال ومرت على باب ولادة وجيت الولاية، مشيت المعتمدية، مشيت للشعبة، مشيت للكل درتها. ومرتي على باب ولادها. ربي يوصل بالسلامة وإن شاء الله السلامة ترافقك أنت وعائلتك، وصوتك بلغ وإن شاء الله ربي يحقق المقصود. شكرا لك سي فوزي، مع التحية والتقدير. أستاذ أحمد الراو اللي أحيانا ديما نرميو الكرة لغيرنا، معناها ونقولوا اللي احنا راهو فما مشاكل، وفي حين انه انطلقناش من ذواتنا، انطلقناش من اسرنا، انطلقناش من محيطنا الداخلي، حتى لانه صحيح احنا نلاحظ ونلقاو فما مظاهر مرفوضه، ولكن زاد فما حاجات اللي احنا اسباب فيها هذه الاشياء. نعم، هي هذه نقطة الانطلاق التي يجب ان تكون، يعني أن ننطلق من ذواتنا، من الفرد، من تربية الفرد. وتربية الفرد تبدأ في الأسرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، والفطرة هي السجية السوية، هي الطبع السوي المستقيم، وهي روح الدين الإسلامي. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن التأثير يجي من خارج. التلوث الأخلاقي يستطيع أن يكسبه الأبوان للأبناء،
ثم يتحول إلى المجتمع، والابن هذا يحمل ما تعلمه من أسرته إلى المجتمع ويتطبع بالمجتمع. شفتوا كالفرد لو كان المنطلق متاعه ربي خلقه على الفطرة ويلقى الرعاية الأسرية الطيبة وينشأ في أسرة تعلمه الخلق، تنهاه عن الكلمة البذيئة وتعوده على التصرف الكيس السليم، على الأدب الرفيع، كيف يحيي، كيف يشكر، كيف يعتذر، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتجنب العنف، بأساليب بسيطة ما لا تحتاج إلى علم كثير ولا تحتاج إلى مال كثير، وإنما تحتاج إلى إيمان عميق وتحتاج إلى وعي بقيمة الأخلاق وبقيمة التربية حتى ينشأ المربى تنشئة قويمة. أستاذ أحمد يقول لك ساعات الولي يقول لك راه وليت مقاش قادر عليه الابن هذا، راه عامل فيه، راه مقاش نجم نسيطر عليه. إذا كان الكبير، إذا كان الولي، إذا كان رب العائلة يقول هالكلام هذا، إذا ماذا ننتظر احنا من الأبناء؟ قد نلتمس له بعض العذر الولي هذا، أقول بعض العذر لأنه وسائل التربية تنوعت في هذا الزمان، أصبح الطفل منذ نعومة أظفاره يشاهد الشاشة المرئية، يشاهد التلفزيون، ماذا يرى في التلفزيون؟ انطلاقا من الأفلام الكرتونية، الأفلام الأطفال الصغار في كثير من الأحيان يرى فيها عنفا ويرى فيها معناها أشياء ليس فيها من الأخلاق معناها شيء يذكر، وربما تسيء إلى تربيته أكثر مما تفيد. ربما كذلك البرامج التربوية لابد أن نعلم أبناءنا منذ الصغر، والمسؤولية هنا مشتركة، وسائل الإعلام، الأسرة، رياض الأطفال، معناها لابد أن تتضافر الجهود وأن تكون هناك منظومة أخلاقية تتكامل فيها الأدوار، أدوار الأطراف التربوية، وكل الأطراف مسؤولة عن التربية. هو في الأسرة حتى إذا تعلم طفلك الأكبر على طريقة حسنة أخوه الأصغر سيتبعه، تعرف أنت الصغير ديما يتبع أخوه اللي قبله ويحب يعمل كيفه، فهكذا. مش ديما عاد سي أحمد، ساعات الصغير يتعلموا منه زيادة. إيه هذا معناها الاستثناءات، هذه الاستثناءات. حتى الصغير يجي يعلمنا الاستثناءات، نوقروا الكبير ونحترموا الكبير. نعم. ونقدروه ونجلوه، ولكن حتى الصغير ساعات يصدر منه حاجات اللي تجم تعلم الكبير. نعم، إذا تربى تربية حسنة فالصغير. نعم. أحيانا يعطي معناها عبرة ويعطي معناها نموذج طيب للكبار، وكم من صغير أثر في الكبار وتربوا منه وتعلموا منه. وربما احنا في القصص السلف الصالح نذكر قصة سيدنا الحسن والحسين وهما صغار، وشافوا رجل يتوضأ فلا يحسن الوضوء، فتشاور فيما بينهما واتفق على طريقة لربما إصلاح وضوء هذا الرجل. من رأي أنه ليس من الخلق الكريم أن يقول له أن وضوءك غير سليم، لأنه الصغار يشوفوا أنه مش من الكياسة أنه يقولوا للكبير راك أخطأت في هذا الشيء. اي نعم، معنا برغم اللي هو صغير. لا، شوف الادب، التربيه والادب تعلموهم، تعلموا في معنا ترباوا في بيت النبوه. نعم. هم جدهم خير خلق الله. نعم. سيدي. نعم. رسول الله. نعم. جاء الحسن والحسين الى الرجل فتقدم منه احدهما وقال له يا عم انا واخي اختلفنا في طريقه الوضوء، كل واحد منا يقول ان وضوءه احسن، فنرجو ان نتوضأ امامك وتحكم بيننا. فتقدم الحسن فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم تقدم الحسين فتوضأ فأحسن الوضوء، فقال لهم الرجل أما والله إن وضوءكما خير من وضوئي، بارك الله فيكما من ولدين صالحين، وأصلح الرجل وضوء. شوف معناها قضية تربية، هي قضية فما فطنة وكياسة وفما أدب في التعامل، فما أدب في التعامل. إذن شوف الفرد كيفاش يجم يزرع من حوله معناها حديقة من الأزهار، كيفاش نجم ينثر عفوا ينثر زهورا وينمي خيرا بالكلمة، بالسلوك، بالتعامل، برد الفعل. نعم. طريقة الانفعال. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أشياء كثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنا زعيم
ببيت في ربض الجنة، في ربض الجنة يعني في أسفل الجنة، أنا زعيم يعني ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. المراء هو الجدال، وقديش الناس تتجادل تو وين الموجود الناس الكل ما ولات على حق، كل شخص ولا على حق بالنسبة لي هو. يقول سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. حتى عندك حق تقص الهدرة وقص النزاع وتنازل وبعد شوية وخلي للصلح مكان، خلي للصلح مكان كما يقولون. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. صدقت يا سيدي يا رسول الله، ما أجمل هذا الحديث. وشوف كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعدي لنا رسائل فعلا. المراء اللي نتعرضوا له في حياتنا، يجي واحد ينرفزك يخليك وهو أمر موجود، أنت تكظم غيظك وتقول يكفي قص الهدرة، ما أنا زيت ونحكي معك أنا وما وصلناش النتيجة ولو أنا عندي حق، أيه لا فايدة. وإحنا في أمثالنا الشعبية نقول حديثك مع اللي ما يفهمكش نقص من عمرك، من عمرك بارك الله في عمرك، يعيشك وفيك وفي مشاهدين الأعزاء. سادة المشاهدين وأخونا عمر معنا إن شاء الله. نواصل معك سي أحمد، نواصل مع مشاهدينا، مع أخونا فؤاد بالقطحة من تونس. سهلا وسهلا بك يا فؤاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم وأشكركم على هذا البرنامج. يعيشك سي فؤاد، شكرا. سيد الكريم، أردت تصحيح قول وسؤالين باختصار. تفضل. أولا في تحية الصلاة، التحية لله، الزكاة لله، طيبات صلوات الناس، السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعليكم وعلى عباد الله الصالحين. تعالت أنا وأحد الأقارب قال لي لا تقول هذه الجملة الأخيرة، السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعليكم وعلى عباد الله الصالحين. تعالتنا في هذا القول، أردت منكم التصحيح. به تفضل. أيوة. عندما تبزغ الشمس هل يسقط صلاة الفجر؟ وعندما لا تصل صلاة العشاء في وقتها هل يسقط الوتر والشفع؟ هذا الثاني. ثالثا، إذا تخاصمت عائلة رجل مع زوجته وتطاولت المرأة على زوجها بالقول والفعل، ماذا يقول فيها الشرع؟ هذه الأخلاق، هذه خاصة من الناحية الأخلاقية، هذه في صميم الأخلاق. باي السؤال الأول والثاني. الشكر والسلام. يعيشك، شكرا لك سي فؤاد. سي أحمد، بالنسبة إلى السؤال الأول، السؤال الأول، السلام عليك أيها النبي، تحية الله، الزكية الله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فماش السلام علينا وعليكم، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام علينا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد. بالنسبة إلى السؤال الثاني، عندما تبزغ الشمس وذكر الشفع والوتر، لا يقول لما تطلع الشمس يسقط الفجر ولا لا؟ لا يسقط الفجر، لا يسقط. إذا طلعت الشمس يصلي وارتفعت قدر رمحا، أما إذا كان بمجرد ما طلعت الشمس يصلي الصبح ثم يؤجل صلاة الفجر الركعتين النافلة ذوما إلى ما بعد ارتفاع الشمس قدر رمحا، يعني بعد ثلث ساعة، بعد نص ساعة تقريبا من طلوع الشمس. نعم. أما إذا كان هو استفاق بعد طلوع الشمس مثلا بنصف ساعة أو بساعة، يصلي صلاة الفجر ثم الصبح قضاء. وبالنسبة للشفع والوتر، إذا تعدى وقت العشاء حتى قبيل الفجر، معناه يصلي العشاء ثم الشفع والوتر. نعم. أما إذا تجاوز الفجر يقضي العشاء. واضح. نعم. هذا السؤال إن شاء الله تكون إجابته وصلت لخونا فؤاد. سي عمر، بالنسبة إلى السؤال الموالي، يقول خونا فؤاد بالنسبة إلى الزوجة، عندما يحصل شجار ما بين الزوج والزوجة، وأحيانا هي تكون في مستوى خلقي
لا يتجاوز كيض الغضب كظم الغيظ كظم الغيظ، وانما تكون على خلق هجي. كيف يمكن ان يكون حكم ذلك؟ هو المطلوب، وان العلاقه الزوجيه لا خلاف فيها، ونحن نتحدث عن الاخلاق، نقول لنتخلق باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ثبت وانه لم يضرب امراه ولا خادما بيده الشريفه قط. فقدوتنا وأسوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلنكن على نهجه في الرفق بالنساء في كل وقت وفي كل حين. وإحنا قلنا ربما في البرنامج الطيب هذايا، وأن المرأة خاصة في أوقات الحيض والنفاس ترتكب من الهفوات ما يتطلب من زوجها، أن ربما ألا يحاسبها على ذلك، أن يكون حليما وأن يصبر. وإذا كان الزوج لا يغفر لزوجته، وإذا كانت الزوجة لا تغفر لزوجها، فمن سيغفر الآخر؟ إذن ونحن نتحدث عن الأخلاق المطلوبة، نقول العائلة الأسرة هي الإطار الأمثل كما قال سي أحمد لبناء هذه الأخلاق وتأصيل هذه الأخلاق. وإذا كانت الحياة بين الزوجين تقوم على العنف، فإن هذا العنف سيمر إلى الأبناء. وإذا كانت الحياة تقوم على المرونة واللطف والمحبة والمودة، فإن هذه القيم ستمر إلى الأبناء. وهنا ربما تفاعلا مع الحدث هذايا، نحب نقول وأننا محتاجون إلى تأصيل أخلاقنا، لأنه وللأسف الشارع التونسي حتى قبل الثورة معروف بأنه شارع متميز في الكلام الفاحش، في سب الجلالة وفي سب الدين. هذه معروفة على مستوى الوطن العربي ككل، شارع التونسي متميز بهذه الميزات. فهنا لابد أن تقوم وسائل الإعلام والمنابر والخطباء والأئمة وكذلك المربون في المدارس وكل من له سلطة في هذا المجتمع أن ينبه المجتمع وأن ينبه الناس إلى ضرورة الإقلاع عن كل هذه المظاهر والظواهر. النقطة الأخرى، ونحن نتحدث عن ربما تفشي ظاهرة فساد الأخلاق، ربما في مقهى أو في أي مجلس يجلس إليك إنسان يتباهى ويتندر ويضحك، لماذا؟ لأنه تحيل على فلان، لأنه ابتز فلان، ويصور نفسه في صورة البطل. نقول له لا يا أخي، ليست البطولة على هذه الشكلة، وإنما البطولة في أن تكون ثقة، في أن تكون ورعا، في أن تكون كيسا، في أن تكون ملتزما بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمتحيل والمبتز لأموال الناس إنما هو خرج عن الإطار الأخلاقي المطلوب. وربما نحب ناخذ ظاهرة أخرى، سمحني سنوري سي أحمد فضل. هنا ربما في بعض الأحيان الإنسان في ورشة يعمل لفائدة صاحب الورشة أو صاحب المصنع صاحب المعمل، ويجيه زبون يقول له أريد أن ربما أن أشتري شيء الفلاني، يقول له لا، سعرنا هو سعر مرتفع، اذهب إلى فلان ربما تجد عنده السعر الأدنى. يعني من أنت في هذه الورشة؟ أنت خليفة لصاحب الورشة، فأنت مؤتمن، أنت أمين، كن أمينا على ما وكلك عليه صاحب الورشة. يعني كيف تبعث به إلى طرف آخر على اعتبار وأن الطرف الآخر سيعطيك ربما بعض المال، أو ربما معناها تقول له إيتي بعد الوقت لي ورشة خاصة وربما أبتاعك أو ربما سأكلف لك هذا الشيء المطلوب بأقل الأسعار. يعني هالعقلية هذه عقلية التحيل والابتزاز، وربما هناك من يفتي حتى في الرشوة. يعني سابقا هناك من يسأل الرشوة حلال أم حرام، وهناك معناها من يقول لقد دفعت لقد دفعت الرشوة لأخذ حقا من حقوقي، وما رأي شرعي في ذلك؟ ما أحوجنا إلى الرشوة ونحن أمة محسوبة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أوصلنا إلى هذه الرشوة؟ بل البعض الآخر يصلي ويستفتيك في حكم أخذه للرشوة، يقول لك أنا أخذت الرشوة من فلان وسهلت له خدمة، هل هي رشوة؟ هل هي إكرامية؟ هل هي هدية؟ أخذتها كيف أنفقها؟ نحن نقول علينا أن نحتاط، فموقف موقف الدين وهي مش إكرامية، لا لا ليست كذلك، خليها تكون واضحة معنا، مش إكرامية، موقف الدين واضح، موقف الدين من الرشوة والابتزاز وربما معناها غياب الأمانة، وموقف الدين من أكل أموال الناس بالباطل والتحيل واضح. لهذا علينا كتونسيين خاصة أن نبين أننا أذكياء في الأمانة، أننا أذكياء في السير على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، أننا أذكياء في السير على نهج القرآن الكريم. وهذه مسؤولية وسائل الإعلام كما قلت، والمساجد ودور التربية وغيرها، وفق الله سبحانه وتعالى الجميع. قديش مجتز هذه وسائل الإعلام، قديش مجتز هذه المؤسسات يا سي عمر، إذا كان البيت
إذا كان العائلة، إذا كان الأسرة النواة الحقيقية اللي يلزمها تكون فعلا هي النواة اللي المنطلق للتأسيس للقيم وللأخلاق تكون دورها مفقود، هذا كيفاش معناها قعدنا ديما نرمي المسؤولية على وسائل الإعلام نحن وأنت يعني كولي وكرب عائلة وكرب أسرة وين دورك؟ وين أنا كولي موقفك؟ أنا كولي محتاج إلى التربية، يعني عندما نربي الولي وعندما يتربى الأب وعندما التربية من عند أبوه ومن عند أمه ومن عند ولكن عائلته. الواقع أثبت وأن التربية التي تأتي من قبل الأب والخال والعم غير كافية، وربما قلنا وأننا عشنا فترة من فترات التصحر الأخلاقي، لهذا اليوم علينا أن نؤسس، علينا أن نعتبر وأن الأخلاق أساس معناها مكين لضمان حياة مستقبلية هادية. اليوم ماذا تطلب مثلا من ابن يطرق الباب يقول له جيل ولدي يقول له معناها إذا سألك عني فقل إنني غائب، لقد علم ولده الكذبة ثم يريد أن يغرس في ابنه الأمانة، هذا لا يستطيع أن يغرس في ابنه الأمانة لأنه في فرصة من الفرص علمه الكذبة. وشنو الحل تو حسب رأيك؟ الحل لابد أن نعتبر أنفسنا أمناء، معناها هنا يقول صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاعا، يقول أيضا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني هنا الدولة لها رعية عليها أن تربيها، عليها أن تبذل ما في وسعها من إمكانيات لإعادة الأخلاق إلى هذا المجتمع، ثم الأب والأم والأخ والأخت والخال والخالة والمربي وكل الناس مطالبون بنقل هذه التربية وهذه الأخلاق إلى الأجيال اللاحقة. احنا مش نواصل معكم مشاهدين الأعزاء ومش نشوف هل ترى الحل يكون في الردع وإلا الحل يكون بالتحسيس وبالتربية الأصيلة مثل ما ذكرنا. الحل نبحثه معكم أنتم في روبورتاج ثان، ثم لنا عودة معكم ومع ضيفين الكريمين في زدني علما. شنو الأخلاق اللي مجتمعنا في حاجة لها أكثر من غيرها في هالمرحلة الصعبة اللي تمر بها بلادنا؟ والله أخلاق بالأساس هي معناتها كما قلت لك ونزيد نأكد، معناها تنازل ونحيو الحسابات الضيقة ونحيو المصالح الضيقة وننظر لمصلحة البلاد، فهمتني؟ بلادنا توا في حاجة لنا. أول حاجة نحبوا الخير لغيرنا، وثاني حاجة معناتها لازم العبد معناتها ينظف طريقة تخميمه، يقرأ الباهي قبل المشوم. احترام الرأي الآخر، أكثر حاجة هي احترام الرأي الآخر، هي أكثر حاجة اللي لازمنا احنا نتعلموها ولازمنا نعلموا معناتها الجيل الجديد الديمقراطية. ما احنا توا ديمقراطية ما نجموش نحطوها في البلاد هذه، خاطر احنا ما احناش نتاع ديمقراطية. ان نكونوا واعيين انه لازمنا المصالح الشخصية، كل واحد يلوج على مصلحته، كل واحد يخمم في شنو معناتها يقضي مصلحته هو، ما يخممش في انه يحسن بلادنا، يحسن معناتها يرتقي ببلادنا ويرتقي بظروف اللي فيها، خير ملي كل واحد يلوج على مصلحته الشخصية هكا نرتقي ببلادها بطبيعة. الاحترام هذيك الحاجة الوحيدة، لازم نحترموا بعضنا يعني بلوس نيموان. تسامح العبد اللي صلح روحه في مثلا في القراية، في المعيشة، في كل بلايص معناها، وانت تمشي ما يلزم واحد يلزمه يتخلق مش هكاك. تربية شوية معناتها شوية نظام، زاد ما عادش فما نظام. والله حسب كريانة أنا معاملتنا مع بعضنا وكيفاش نفهم بعضنا، كيفاش نتحاور مع بعضنا. نستحقوا أكثر حاجة كريمون كونه يكون ثم أنتو معين بتاع سيفيليزاسيون، إن فوا التحضر هذا يكون موجود عنا في كل بلاصة في كل سيكتور في تراب تونس، راهو صدقني تلقى مهما بلاصة ومهما شبر في تونس أونتخي بونيتا. أول حاجة الاحترام كما قلت لك، لازم عبد كي تعدى مثلا عبد يحترمه. ثاني حاجة الصبر، خاطر كما تعرف وضع كما هكا لازم العباد تصبر عليه، ما مش في ليلة ونهار أي وعباد بطالة وعباد كاو ذو مزهم حويج. أول أخلاق عندي أنا تحب بلادك قبل كل شيء، معني تعطي لبلادك قبل ما تعطي روحك، تفكر في بلادك قبل كل شيء. تونس ده اللي أعطتنا برشا حاجة، الحمد لله التعليم لاباس، كل شيء أعطتونا أمريكا. لما ما واحد يفكر يعطي بلاده يفكر تونس شنو هي الحاجة اللي تحتاجها باش تصلح، مش نفكر باش نصلح روحي أكهو معناها. احترام الآخر ورأي الآخر كلكو، سوا شنو معتقده، شنو الوازع الدين نتاعو، شنو الايديولوجي نتاعو، هذا هو اللي ينقصنا في تونس. اكيد شويه صبر وان شاء الله كل شيء يتريقل، معناها العبيد مش صابره ماذا بيها تحرق الاحداث، فهمت؟ ماذا بيها كل شيء يصير في ساعه في ساعه، اما هو مش هكاك، لازم يصبروا باش ان شاء الله نكونوا حاجه باهيه معناها.
ان شاء الله ديما نكون حاجه باهيه بقيمنا بمبادئنا بثوابتنا بقناعاتنا اللي تخلينا نمشيو في طريق القويم والصراط المستقيم. صحيح فما برشا طلبات، ما فماش انسان ما يحبش يكون ديما باهي، ما فماش انسان ما يحبش يكون ظروفه تكون احسن، ولكن المطالبه بهذه الحقوق وطريقه المطالبه بهذه الحقوق هي اللي نبحث فيها، وهي اللي لازمنا نعمق النظر فيها، وهي اللي لازمنا نبحث في الحلول الكفيله بتحققها. هل ترى الحلول تكون بالمطالبه الفوريه؟ هل ترى الحلول تكون بتحسين وضعنا فورا؟ وإلا فما الصبر وفما التصافي وفما التآخي وفما التماسك مع بعضنا حتى نحقق المبتغى. يا أستاذ أحمد خلينا مباشرة مع الحلول الكفيلة بتحسين الوضع الخلقي في مجتمعاتنا. نعم، الحلول منظومة أخي نوري. هل هي ردع؟ لا يمكن أن تكمن في طرف أو ما أو في طريقة ما، هي منظومة سواء في الأطراف أو في تكامل الطرق. نعم. العائلة، وقد كنت قبل الربورتاج في حديث شيق مع أخي الأستاذ عمر حول معناها الأسرة كنوات ووسائل الإعلام، وأنت كإعلامي دافعت عن وسائل الإعلام وهذا من حقك، ولكن لا مش دافعها لأن دافع عليها، لأنه دفاع المشروع، هو دفاع المشروع، لأنه المسؤولية مشتركة وليست مسؤولية الإعلام فقط، ديما نرمي المسؤولية على الإعلام، وهذا ما لم يقل خلافه الأستاذ عمر حقيقة. وأنا أقول التربية في الأسرة هي حجر الأساس، حجر الأساس في الأخلاق هي التربية، لأنه من شب على شيء شاب عليه. ثم بسرعة سأربطه بالتكامل. شوف كالطفل اللي يتعلم الكلمة الطيبة ويتعلم الصدق ويتعلم المعاملة الحسنة، بمجرد ما يتحول إلى يخرج من البيت للبيئة الثانية والثالثة يرجع للدار، فإذا به يقول كلاما بذيئا. من أين جاء به؟ تعلمه من الشارع أو تعلمه من المؤسسة التربوية. الحل شنو؟ الضربة؟ لا، حسب رأيك الردع؟ لا لا لا, لا لا لا، الحل هو التربية الصالحة. التربية الصالحة، التربية الصالحة على نعم. قيم الإسلام الحنيف. القيم هذه اللي جاء بها الإسلام راهي قيم خالدة، قيم راقية جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هك الإنسان اللي يومه صائم وليله قائم يكون عند الله أكيد في درجة رفيعة. الذي يحسن خلقه يكون مثل هذا الذي يصوم نهاره ويقوم ليله. شوف قداش شجعنا ديننا على الأخلاق. احنا كيف الناس الكل تضافر جهودنا، أسرة، مؤسسات تربوية في الحي. قبل ناس بكري تلقى الجار وصي على أبناء جاره، لما يشوف ولد جاره يعمل العيب في الشارع يتدخل لتربيته وزجره. اليوم صار الأمر هذا قد يسبب له مسؤولية قانونية، يمشي يشكي به في مركز الشرطة يقول اعتدى على ولدي. أو هي القضية ساعة يلزم التربية تكون بالكلمة الطيبة، باللفظ الحسن. ما هي أهمية الكلمة الطيبة يا أستاذ؟ بالترغيب. الكلمة الطيبة هي بلسم. الكلمة الطيبة تداوي الجراح وترفع المعنويات وتجبر الخاطر، خاطر الكثير. الكلمة الطيبة شبهها القرآن الكريم تشبيه بليغ في منتهى الروعة. يقول المولى عز من قائل في القرآن الكريم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفي المقابل يقول: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة اللي احنا فقدنا هذايا في المجتمع، فقدنا شوية الكلمة الطيبة يا أستاذ أحمد. نعم. ساعات ما نصبروش على بعضنا، ساعات في ساعة نتغشوا على بعضنا، في ساعة نتنرجوا على بعضنا، وما نتركوش هذه الكلمة الطيبة اللي ممكن كما قلت أنت تكون مثل البلسم. شوف إشارة الأستاذ عمر منذ قليل في أن الشارع في بلدنا معناها فيه تلوث أخلاقي. الكلمة النابية
يمر الرجل الكلام الفاحش، يمر الرجل معه ابنته ومعه زوجته، ويمر الشاب أو البنت ومعه الوالدة أو الوالد، ويسمع كلاما يخدش الحياء. نحن بحاجة إلى أخلاق الشارع وأخلاق السوق وأخلاق المؤسسة وأخلاق العمل. نحن بحاجة إلى أخلاق في كل المجالات. لابد أن تتضافر الجهود، لابد أن نلم شعثنا، لابد نعمل ثورة على ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا نحو الإيجابي. نحتاج إلى أخلاق سياسية في هذا الخضم والتخاصم والتجاذب السياسي. وصار الكذب والمراوغة والاحتيال وربما معناها تأجير من يؤجج النار ومن يفعل الأفاعيل، هل هذا من الأخلاق؟ هل هكذا علمنا ديننا؟ نقول نحن مسلمون، من أين نحن مسلمون إن كنا على هذه الشاكلة من التجاذب ومن التباغض والتحاسد والتدابر، وكل واحد يلوج على مصلحته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين نحن من هذا؟ أين نحن بالله؟ وين احنا؟ نحن أي احنا وين؟ نحن في مرتبة غير مشرفة مع الأسف. وصحيح أن الخير قائم في أمة محمد إلى قيام الساعة. في مجتمعنا أناس فضلاء، في مجتمعنا زوجات فضليات، في مجتمعنا أبناء أفاضل وبارين بأبويهم وأسر طيبة وعائلات طيبة، ولكن يحصل انفلات. لكن صارت هذه عملة نادرة نوعا ما. يعني نلاحظ في الشارع وفي السوق وفي وسائل النقل، شنو هالانفلات في المظاهر التي تخدش الحياة في الشارع؟ شنو التظاهر بكشف أجزاء من البدن؟ قال شنو تعبيرا عن شيء للفت الانتباه؟ ما قيد تلفت الانتباه كان بالشيء هذا الذي يخدش الحياة والذي لا يليق، هذا كي يسيء لمشاعر الناس. أنت بالعمل هذا تحب تعبر على مقصودك، فما ألف طريقة للتعبير عن المقصود، ولكن ليس بهذه الطريقة. فأنت بهذه الطريقة يمكن تأثر في ابنتي المراهقة أو ابني المراهق وتتسبب في انحرافه. لا يكون التصرف هكذا. الحرية مكفولة، ولكن الحرية فيها التزام، فيها مسؤولية. الحرية أخلاق، الحرية خلق رفيع، ليست فوضى. الحرية أن أفعل ما يبدو لي وما يعن لي. لا، لابد أن أنضبط للأخلاق المجتمعية والأعراف التي ارتضاها الناس فيما بينهم. نعم، ترى سي أستاذ عمر بأن أم المشاكل أيا كانت المجالات، سياسية، اقتصادية، تربوية، اجتماعية، هو فقدان الخلق القويم. إذا كان في السياسة، ساعات نتحدث احنا طبعا عن فساد النظام السياسي، فساد النظام السياسي لأنه فقد القيم والمصداقية اللي لازم تكون أساسية في التعامل بين السائس والرعية. إذا كان في المسائل الاقتصادية هي أيضا فقدان خلق التعامل في مستوى ما هو اقتصادي في ما بين أطراف العملية الاقتصادية. يعني أم المشاكل هو فعلا الأزمة الأخلاقية. أستاذ عمر، أنا لو سمحت نحب نرجع إلى وسائل الإعلام، وبكل صراحة الإعلام هو السلطة الرابعة. نعم، لأني حبيت نعلق على ما شاهدناه في رمضان الفائت، رمضان المعظم، من برامج في بعض القنوات التلفزية وكانت غاية في الرعب. يعني ربما المجتمع يعيش حالة الانفلات، ومع ذلك ترى برامج معناها من أنواع كاميرا خفية معينة في بعض القنوات الفضائية تزيد الطين بلة، وربما وصل الأمر بالبعض إلى رفع قضايا استعجالية لإيقاف هذه البرامج ولكنها لم تقف. يعني نحن في حاجة إلى تهدئة، ونحن في حاجة إلى تربية جديدة، ومع ذلك نجد العنف المتنامي حتى في وسائل الإعلام. فلما هذا؟ هذه نقطة أولى. هل دور وسيلة الإعلام هو الإصلاح، أم وسيلة الإعلام هو العرض ما هو موجود يا أستاذ عمر؟ هي تقوم بالإصلاح. وسيلة الإعلام يجب أن تكون وسيلة هادفة. هل الإصلاح يعني هو من دور وسائل الإعلام؟ طبعا، يعني هنا طبعا إذا لم تكن وسائل الإعلام تقوم بالإصلاح فبماذا ستقوم؟ تقوم بالإخبار، الأخبار موجودة، بماذا تقوم إذن؟ يعني حتى البرامج معناها الحوارية يجب أن تكون الإصلاح فقط وسيلة الإعلام؟ يعني الإصلاح هنا كلها، هنا الإصلاح هذا هو واجب كل الناس. نعم، بما في ذلك وسيلة الإعلام. يعني هنا نحب نقف عند نقاط أخرى. تكلمنا الساعة على العقوبة،
العقوبة مطلوبة، ولكن العقوبة هنا ليست عقوبة للتشفي، وإنما هي أيضا عقوبة للإصلاح، عقوبة تربوية. وهنا نحب نعلق على ما يجري في بعض السجون، يعني المفروض أن يكون السجان على خلق رفيع، المفروض أن تكون هناك دورات تدريبية تعلم أو ربما تؤصل في السجان، وأن الشخص المسجون بين يديه هو مواطن له كرامة يجب أن تحترم. من يكفل هذه الحقوق؟ الدولة تكفلها. الدولة تكفل الحقوق. كذلك الشرطي. نعم. وتحية إلى كل رجال أمننا. تحية الشرطي جميعا. نعم. وكل رجال الأمن يجب أن نحس بالأمن ونحن في مراكز الأمن. يعني في الفترة السابقة في عهد المخلوع لم يكن الواحد منا يحس بالأمن إذا دخل إلى مركز الأمن. اليوم نريد أن نحس فعلا بالأمن إذا دخلنا إلى مراكز الأمن، معناها نستبشر خيرا بالشرطي وهو يوقف سيارتك، يبادلك التحية، وربما معناها هناك دردشة صغيرة معه. المسألة ليست مسألة معناها زجر، ليست مسألة تثبت من الأوراق فقط، وإنما يجب أن تكون علاقة إنسانية فيها من الأخلاق الشيء الكبير الكثير. وربما معناها في السنوات الفرطة أيضا هناك تعليق على مسألة الدروس الخصوصية، وما هو الحد الأخلاقي الذي يفصل ما بين الدرس الخصوصي وربما تلك الامتيازات التي يحصل عليها التلميذ من وراء هذا الدرس الخصوصي. هذه أيضا مسألة أخلاقية لابد من أن نعود إليها، لابد من أن نشير